اسمك ايه؟ اسمك اسمي تامر. ايه يا كامل اللي حصل النهارده؟ ضربونا ومش عايزين يقعدوا اي حد في التحرير خالص، عشان ولا عشان ايه؟ قالوا لنا يحكموا ويعملوا ويجيبوا لنا حقنا، ولا في اي حاجه، ولا جايبين لنا شقق. ايه مطالبك؟ ايه مطالبك؟ عايزين شقق. ولا في شقق؟ ما عندناش شقق خالص. مش انتوا اللي قاعدين عندهم مسبيرو؟ اه نقلتوا هنا يعني؟ نقلنا برضه هناك، ضربونا هناك وضربونا هنا. اه